الحقيقة اليوم احنا تعرضنا لاعتداء جبان من سرايا السلام. كنا في عفش لغرض العلاج لشقيقي، وتفاجأنا بسرايا السلام بالبي كيسيات وأعداد كبيرة، والحمد لله كان أحد المرافقين ويانا ابن عمنا كان عنده سلاح، فصار رامي تقريبا هو هذا اللي خلصنا من هذا الاعتداء. كانت محاولة للاغتيال والاعتداء للتسبب بضرر جسيم وأذى جسيم، والحمد لله خلصت. لكن إن شاء الله حسابنا مع هذا الإصلاح اللي يريده مقتدى الصدر، هذا هو هي هاي النتيجة اللي ممكن توصل للبلد. إذا سيطر مقتدى البلد على هذا البلد على العراق فهي هذه النتيجة. بعد لا أحد يقدر يتكلم ولا أحد يقدر يعبر عن رأيه. نعم، هل هناك تهديد سابق لهذا الموضوع؟ التهديدات تجينا كثيرة يعني، بس احنا نهملها باعتبار انه احنا يعني انا اتعامل مع الامور بالقانون وبلغة كيسة، ودائما يعني لغتي معروفة، مقالاتي موجودة. بس حزب تيار مثل تيار مقتدى الصدر كله جهل وكله أساليب غير صحيحة واعتداءات بهذه الطريقة. اللي يسعى إلى مشروع مقتدى الصدر هو هذا النموذج، هذه العينة، يعني نحذر الشعب العراقي من نتائج هذه الثورة، ثورة الإصلاح الصدري.